الموصل تعرف قام انفتحت القرية صدهم ايش وشوية طالع من وكيل فكرت أن أخفي هذه الأعمال في مكان أقدر أحميها وأحافظ عليها حتى لو تدمر البيت. ففكرت أنه الزاوية القوية اللي هي ممكن أن تحمي هذه الأعمال هي دائما الدرج. فوضعت تقريبا يعني ما يعادل بال 400 عمل، يعني من زيت إلى مائية إلى جرافيك إلى تخطيطات إلى يعني إلى أعمال مكتملة وغير مكتملة ومجموعة كبيرة. وجيت على بيتي كله مدمر ومخرب وكل شيء قد انتهى، ولقيت أعمالي محفوظة في نفس المكان.